ما بتعرف رأي، احنا بنفض الانضمام خالص خالص، لانها يقول لك اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. بالظبط. احنا جربنا الاندماج مرتين، ازعم ان احنا يعني من الاحزاب القليلة قوي، ما كناش الحزب الوحيد عشان انا عجوز فذاكرة عندي وحش شوية. احنا جربنا الاندماج مرتين، المرة الاولى كان مع الحزب الجبهة الديمقراطية وكان اندماجا كليا، ولما تشوف ملامحه هم حزب ليبرالي واحنا حزب ليبرالي، لكن مع هذا تقريبا الى حد الى حد ما، لكن في الاخر فشل. ليه؟ بتبتدي بصراعات، مين هيبقى رئيس الحزب، مين هيبقى الهيئة العليا، مين هيبقى المكتب السياسي، مين هيبقى المتحدث الاعلامي، وخد بقى مين اللي يجي امين هنا ويجي امين هنا ويجي بالمحافظة دي، والمحافظة بتحصل صراعات كتيرة جدا. تغلبت انت على كل ده بعد مجهود مضني، هتلاقي فيه مشكلة قبلك بقى، وهي دي الاصعب سيكولوجيا. اللي جايين من الجبهة الديمقراطية حاسين جبهاوي، انا بتاع الجبهة وبتوع المصريين احرار ولا كان المصريين احرار، فبتلاقيهم ما بيندمجوش مع بعض خالص، ده لوبي وده لوبي، وتبتدي صراعات التولوبس بقى، ده عارف الاهلي والزمالك تعرف تدمجهم مع بعض؟ تعرفش، مش ممكن يعني، وبالتالي صعب جدا. دي مثال حصل. الجزء الثاني ونقدر نقول عليه اندماج جزئي، كان في مجموعه خرجت من مصر الديمقراطي، ده التصين احرار تقريبا لم يبقى حتى الان معنا ولا واحد، والجبهه تقريبا لم يبقى معنا يعني، فما تنفعش. ليه؟ اضبط الثقافه الحزبيه السياسيه الاول وبعدين ابقى ادور على الاندماجات. وين حاجه تانية، انا بسمع ناس يقول لك اصل احنا عندنا ما يبقوا 150، ما يبقوا 200، ما يبقوا 300 حزب. انت ضرك في ايه؟ مين الاحزاب اللي موجوده اللي هي اللي الشعب معاها؟ خلاص هو اللي بيجتهد. صحيح. طب انت عايز تعمل اندماج يقول لك عشان اقلل الاحزاب، طب انت عملت، انا مثلا مصير احرار اندمج مع سين من الاحزاب، اندمج مش عاجبه يعمل يندمج، خلاص صح عشان نحقق الاندماج. يروح يعمل تاني يوم حزب بالاختيار، ايه المشكله؟ سين الجديد مش كان في الوفد وبقى الوفد الجديد مع فارق يعني المثل يعني، هي مالش حاجه. انت اعمل ثقافه حزبيه اساسيه، هتلاقي الاحزاب اللي مش عارفه تشتغل ومش عارفه موجوده، واثنين او ثلاثه زي ما بيقولوا او خمس ست مقرات، هو مع نفسه. عشان كده احنا ضد ان الدوله تدعم الاحزاب مالية، الدوله فيها اللي مكفيها، الدوله لا تدعم الاحزاب خالص، لكن مطلوب من الدوله، وده احنا كنا طلبناه، انه التبرعات للاحزاب تتعامل زي الجمعيات الاهليه، تتخصم من الضرائب بس، لكن الدوله اللي فيها مكفيها يعني مش مستحمله ان احنا نقول انها تدعم الضرائب. ده بالتالي جزء مهم في رؤيتنا ليه احنا بنرفض الاندماجات. سيبهم. طب ما في، انا مش متذكر برضو زي ما بقول لك فين الدول اللي فيها 300 حزب مثلا، لكن اللي موجودين داخل البرلمان او اللي موجودين ممثلين ومعروفين 10 بس يعني. فما هياش قضيه عدد، مش قضيه عدد، لا قضيه عدد في الاحزاب ولا قضيه عدد جوه الحزب، لكن الكيف وليس الكم. انت عندك قد ايه من الناس اللي بيضعوا سياسات وبيضعوا برامج ومثقفين، يبقى ده حزب، ناس بتمثل طبقات الشعب المختلفة، عندك عمال، عندك فلاحين، وده على فكرة ده ميزة الحزب. انت بتجيب الفلاحين، انتوا مشاكلكوا ايه؟ بيبقى معاك لجنة تكنوقراط من الزراعة بتساعد الفلاح، بتشوف مشاكله، المشاكل دي بتتحلش غير بقوانين، بتروح لجنة الشؤون التشريعية والدستورية اللي جوه الحزب، بياخدها يقول دي تتشرع بقوانين كذا وكذا وكذا وكذا. يعني انت تاخد بالك، هي الحزب ده دولة صغيرة بتبتدي انها تتفاعل مع المواطن، لان حزب مش بيتفاعل مع المواطن ولا بيتفاعل مع الدولة يبقى مش حزب. لازم في تفاعل ما بين الاثنين، يعني مش مقرات واعداد وناس واسماء ولا لقاءات تلفزيون خالص، هو التفاعل الحقيقي، ازاي ان انا اخدم الدولة من خلال انا نقطة الاتصال ما بين الدولة وصناع القرار وبين المواطن البسيط.